والد الشهيد علاء حسين جمعة جابري والد الشهيد محارب على حسين جمعة جابري الشهيد ابني الاصغر والثاني واصغر واحد بالعائله اخر واحد يعني الشهيد سنة أخيرة كلية إدارة واقتصاد قسم المحاسبة جامعة البصرة تربى على مفردات الحق والعدل والأمانة والسلام والأمان أبو حسين جار الشهيد محارب السيد محارب أه يعني شان الله يرحمه والله شاب يعني لطيف وهادئ يعني عاش واستشهد ما شفنا من عنده أي أذية أو صوت عالي بالمنطقة يعني شان قلت لك أنا خفيف الظل الله يرحمه طيب ولطيف ما عنده يعني أي سلبيات أشوفه يعني شفته وقلت لك قلت لك يعني شفته وهو بالابتدائي وما تواجد بالمنطقه يعني يجي من دوامه للبيت اللي اتذكره ويعني ما مو من الشباب اللي لازمين الشارع أه ما ادري شنو يقول لك يعني هادئ جدا هادئ كان الله يرحمه أنا أخوه الأكبر محارب من مواليد أربعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين وكما ذكر والدي هو سنة أخيرة كلية إدارة واقتصاد جامعة البصرة قسم محاسبة محارب إذا أقدر اختصر عنه هو كان بعيد عني لكن أقرب الي من قلبي محارب اذكر هواي عنده مواقف وياي في الفين وثلاثة كان هو صغير فكانت الطائرات الامريكية تجي تقصف المواقع الحيوية اللي بالبصرة فأتذكر عندنا اكو هنا بنايه فكان بها تقريبا غرف غرفتين يعني بمساحه كبيره فكانت تقريبا تكفي عوائل هذا الشارع شارعنا فكنا نروح نلتجئ لها اثناء القصف تخطر يعني كلمه هو كان يقولها الي فأثناء قدوم الطائرات احنا نطلع الجيران نروح لهذه البناية حتى نروح نلبد بيها فكنت أشيله وأصوات القذائف والقصف والطيران كان صوت مرعب حقيقة هو كان طفل قال لي وأنا شايله وامشي خطوات سريعه دي اللي يموت فيه وهذه المفردات نمت ويا انه احنا طبيعتنا ربيناه على هذه الاصول الصدق الاخلاص اضف الى ذلك انه الزملاء اللي ويا بالكليه او اختيار اصدقائه من نفس النمط يعني من نفس الاسلوب من نفس الطريقه الله يرحمه يعني اذاننا برحيله باستشهاده والله وبالله مو مجامله محارب اكتشفت باشياء ما كان يقول لي اياها رغم انه انه انا اخوه الاكبر لكن كان كتوم بالاضافه الى يعني اكتشفت بي من خلال اصدقائه انه كان مشارك بجمعيات خيريه كان يقود مجموعات منظمات مجتمع مدني حتى ايضا ويا الاخوه المسيحيين مساعده الفقراء والمحتاجين حاليا هسه اللي اكتشفناه هسه اللي عرفناه كان كتوم ما ما كان يبوح بهذا بهذا الشيء انه فكان عصامي عصامي كان يحب يعتمد على نفسه دائما. تعرف طفولته هنا بدت ويا يعني أطفال جيرانه ناس محترمين وناس نفس السلوك يعني نفس المشاعر نفس الهذا من, من بدأ يوعى. اهتم بقضية الحسين سلام الله عليه وكان كثير الزيارات إلى كربلاء مع مجموعة من أصدقائه وجماعته وكان يروح للنجف الكربل للنجف ويا الجماعة ويا زملائه ويا أصدقائه ويروح مشي من النجف إلى كربلاء فالتصق بقضية الحسين سلام الله عليه بحيث أخذها مبدأ فمخرجات هذه العلاقة هي اللي شجعت على التحرك المطالبة بحق الفقير بحق المحتاج بحق المظلوم بحق المقهور من بدت تظاهرات المطالبات بالبصرة هو كان يشارك بها وحقيقة الأمر إحنا بالبداية بالبيت كأب وأم وحتى أخ ما كنا نعرف أنه يشارك بالمظاهرات البداية الأولية لكن من بعد عام 18 هو حشاها لأنه كانت مثلا أمة سئلة فكان يقل الأمة وأمه وهو يخبون عليه ما يعرف إلى أن انكشفت بعد الأمور بالعام 2019 بذروة المظاهرات بذروة المطالبات ذروة نسميها الانتفاضة مع الحقوق بدت هذه آه، شهر تشرين 20، عام 2019 يعني العام كان كثير الخروج. يوم 25 خمسة يوم خمسة او يوم تشرين بداية تشرين هي الذروة. صار أكثر يطلع أكثر اشتراك. أما بيوم شهادته يوم اشتشهادة الظهر ساعة حوالي تنتين ونص إلى ثلاثة الظهر ، يوم جمعة صادف ، فيوم الجمعة تعرف العوائد العراقية تتجمع الأبناء البنات المزوجين المزوجات يجون يجتمعون عند بالع... العائلة. بيت كبير فبعد ان اتغدى قال لا ما اتغدى اكل شيء بسيط وسال خواته انه قال له إن ما هي شنو اللي راح تسووا لي بعيد ميلادي؟ عيد ميلاده كان يصادف 4/11 هذا اليوم انا تحدث لك بيوم 25/10 المسافه الزمنيه كانت شقد تسعه ايام قال له ما عليك انت احنا راح نسوي لك الكيكه وحسب ما تريد أمه حشت شف يعني شفتها مقبوضة هو كان كثير عجول عجول يعني بحيث انه كانما واحد قاعد يدق عليه الباب ويقول له يلا بحيث ما قاعد على الميز مال الطعام بقى واقف يلا خلي نروح مستعجل يعني شلون واحد يريد يشرد من شي ورا او اكو شي قدامه يريد يحصل عليه اهم من اللي هسه بالطريق هنا بهذا الممر من المطبخ لباب الخروج وسط امه قال لها اريد علم يلف تابوت ، حضري لي علم كبير بحيث يلف التابوت ، تعرف قلب والده وهذا ، هذا كله كبير حشو مدري شنو هذا ، خواته قللها يعني ، يعني. دير بالك على نفسك حاول تتحذر شويه رد عليه قال انه انا رايح اشهد يعني رايح للشهاده رايح استشهد هذا الكلام ما تقدر يعني تاخذه ما اخذ جد سواء امه ابوه غيره أخوات ما يقدرون ياخذون يعني. لانه هذا في علم الغيب هو كان قائد يعني مع يعني حسب ما ينقل إن انه هو كان يقود جماعه بس جماعة الكلية طلع احنا بعدها ما اهتمينا ولا بالينا بال... بالكلام اللي قاله والجواب اللي جاب اجاب به الاسئله طبيعته بالتليفون يخليه وياه بجيبه يا اما يتصل بينا اذا رادي يروح يتجي غير مكان او يتأخر واحنا بعد تعرف قلب ام واب من نشوفه يتأخر نضرب عليه تليفونات بعد صلاة المغرب شفناه تأخر أمة تلح على خابرة هي تخابرة ماكو جواب أنا أتصل بي ماكو ما جواب ماكو ما رد يضرب التليفون وبعدين مغلق بعدين المهم كما ذكر والدي سلفا أنه بعدين يلا عرفنا بي أنه يشارك بالتظاهرات لكن هو ما ما تطرق لهذا الموضوع ابدا بعدين بالفترة الاخيرة وخصوصا ثورة تشرين عرفنا به وما حد منعه ما حد منعه يعني لا انا لا والدي لا والدتي آه لانه صراحة هو تربى على على الحق تربى على الحق لانه عاش القضية الحسينية ومثل ما ذكر ابوي يعني. فيعرف الحق ويعرف الظلم فيطلع دائما ضد قلوبه التظاهرات اول بدات تعرف هنا بالمحافظه. كنا نروح أجي المغرب ورا المغرب هيك قلنا محارب مشي خل من بعيد يعني من بعيد نقعد نباوع للعالم نباوع الآن شلون تموت هو منيته شنو يقول الله شقد اتمنى استشهد انا قلت له عوف الله يبعد عنك هذا اوف هذا الحكي مو لك يا سالم والله اتمنى انا يبغى الشباب الراحه وا يعني شاف شا شا قدام عالم قام يطيح قباله يتاذب هذا الشيء اخير فتره قلت انا ما اروح قال شلون قلت ما اقدر اروح انا تعذرني بعد تعبان وتعرف العالم اختنقت منهم وزيد قاموا يذبون بوجهني قال خوش 24 11 تاريخ تاريخ أربعة 11 مات مات الله يعوضك الله يعوضك الله يعوضك

صبرت امه شافت المظاهرات على الفضائية تصوير وغيره قالت اروح اشوف ابني ندور عليه في يومها اصدر المحافظ قرار منع تجول راحت ما قالت يا ممنوع ومنع تجول شلون نطلع فاخذت جارتنا هذه ما عندنا جاره يعني متعايشين ويانا يعني قالت تاخذ تاكسي واروح لان يعني سيارات خاصه ما يخلوها حتى سيارات التكسي قلت لهم ما يخلوها قالت لا احنا النشوان ما يحاشون فعلا يعني الشرطه ما تحاشي النشوان ساعة 12 هيك 12 الا شويه طلع. لان يعني انا بقيت بوحدي هسه القلق اللي شاورني كان عليه ابني هسه زاد اتصلت امه باخوه اتصلنا باخوه انه يشوفه حتى يطلع يروح يشوفه بمستشفى يدور هذا وين وين صار يعني اتصلنا اصدقاء اصدقاء قالوا احنا فارقناه يعني قبل اذان قبل صلاه المغرب وكان يحمي رجال الامن الشرطه الغيره اللي كان يحلشون المتظاهرات يعني كان يدافع عنهم من قبل بعض المتظاهرين تعرف اكو بعض المتظاهرين ادراكه عقله يعني يشيل طابوقه يشيل ما ادري شنو فكان يمنحه يعني نقلا عن جماعه وكان ما يقبل تجمع يمه يعني كان يقول لهم تفرقوا لا توقفون يمي أنا يعني حتى إذا صار شيء حدث على الأقل مو كل إحنا نروح مهم طلعت أمه تدور هتقول وصلت لهناك للساحة مال التظاهرات مال الاعتصامات اللي هسه المحافظ سدها بهاي من يم القاعدة البحرية على اساس يحمي روحه يعني وانا ما مستغرب يعني الانسان ليش يحمي روحه اذا يخاف ليش يتصدى المسؤوليه تقول وصلنا ماكو احد الشوارع فارغه الماره ماكو السيارات ماكو رجال شرطه ماكو ماكو احد يقول اخر شيء الله وقعنا بواحد منتسب مال شرطه هاي شرطه يعني تقول سالناه يعني انه هاي عمي شلون هاي متظاهرة قال عمي وينك وبعد كلها راحت ومنع التجول هسه وما حد يمشي بالشارع انت شلون طلعتين شلون وصلتين فقلت له يا بانا با ابني هالشكل وهالشكل وتاخر وهذا وانا اقدر احصلها قالها والله ما عدت بس هي حالات يا اما لزموا بعض الجماعة وحجزوهم مقر العمليات شيء عمليات او قسم منهم اللي ضربوا او انصابوا او تأذوا نقلوا للمستشفيات يا مستشفى اقرب مستشفى كانت المكان الحادث هي الفيحاء الموانئ تعرف امه سمعت هالشكل وماكو خبر من ابنها فقالت لك واحد راحت المستشفى الموانئ عندهم قوائم ينطوها القوائم يا بهاش شوف اقرا اسمه موجود هنا ماكو بعد وين تودون المستشفى الفيحاء نفس الحالة بعد وين تودون للتعليمي بعد وين تودون للجمهوري اتصلت بي قالت يا هاي الحالة ها قالت ما لقينا أدنى المستشفيات ما لقيناهن بقى بس التعليمي والجمهوري قلت لها قريب علي ذيك الساعة مشي ماكو سيارة والجمهور إن شاء الله اتصل بحسين أخوه ويروح عليه طلعت منها للتعليمي مشي وصلت للتعليمي يا هذا الموضوع هذا شو الحكي بثلاثة بالليل يعني ثلاثة قبل ثلاثة الفجر قالوا لي حجي دقيقة هسه نجيب لك القائمة يا ابو القائمة ايش ما ماكو الجرحى اللي نقلوهم كتبون أسماءهم يوثقوهم ماكو اسم عندكم بعد قالوا لا ما عندنا بس اذا تحب تصعد الطابق الثالث الرابع استغفر الله الطابق الرابع بي المدنيين والطابق اللي قبله بي العسكريين اصعد صعدت للطابق واحد همي شويه يتاثر يعني صالات او قاعات او ردهات كردها بها ست اشرة او خمس اشرة نتباوع من, من باب الجامع والباب ناس نايمة غاطة بنوم عميق هذا الملفوفة رجلة هذا الملفوف صدرة هذا الملفوفة ايدة زين انا هم حجت بنفسي انه انا اطب شو, شو أبو على هذول خطيه خاف واحد منهم يفج يعني يقعد من نومه يفج من نومه انه واحد دخل وهذا وهو بحاله مريض يعني بحاله مثل ما نقول خطره مو خطره ما اعرف فباوع من منها ومن ومنا ابني اعرفه يعني حتى قلبي دليلي عليه فريت هاي الردهات كلها اللي بالطابق الرابع قال قلت نزل للطابق الثالث الجوز هم بالغلط او مكان ماكو هنا خلوه هنا هم نزلت للطابق الثالث بالطابق الثالث نزلت اول ما طبيت للقاوش او للردها او للممر باب انفتح طلع مننا واحد عسكري مدني ما 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 اتذكر اجا بهمش تفضل حجي فعربت انه لا صوت لا يصير عالي لان هذول مرضى يا هذا الموضوع قال تعال دخلنا الغرفة طلع لي قائمة قال هو وين بيأفصل قلت له مدني رجال مدني قال مدني ما عندنا هنا مدني يا هذول عسكريين قلت له مو انا المدني ماكو حد قلت بلكت عسى ولا عل مكان ماكو هناك حشره ويا الجماعه قال لا بس قال رغم هذا فضل عمي هاي القائمه اقرا ماكو بعد شنو ماكو غير مستشفى الجمهوري، مستشفى الجمهوري بعيد علي بواسطه نقل ماكو منع تجول لكنه قريب على اخوه اتصلت بأخو وقلت له قال إيه خابرتني أمي بس ما هم أقدر أطلع بالسيارة هم راح أطلع مشي قلت له إيه عيب في السيارة أطلع مشي قال راح أشوف مشي أثناء خروجي من المستشفى التعليمي الباب الرئيسي مال المستشفى التعليمي هذا اللي منه اتصلت بي اختي وحده من خواتي قلت لها ماكو كل خبر ماكو لا بمستشفى لا بهذا لا بهذا وحدة من خواته أخو زوجها حماها يعني بالسلك مال الشرطة يعني ضابط قلت لها حاولي تشيلي شلون الطريقة نعرف إذا بقى ما بقى بعد بس غير هذول اللي حاجينهم اللي حاجينهم شلون توصل لهم مال مسألة السلام عليكم اريد فلان هنا ابني موجود لا موجود فتحوا لك الباب ماكو كنت حكي قالت هسه اشوفه وأقله وانا اتمشى بهذا الكلام وصلت الى الباب مال الاستعلام باب الرئيسي الشباب اثنين همين مثلكم واحد واقف بيده ورقه لافها من شمالي اتحدث بالعمليات ومركز العمليات وغيره هذا بهو علي واجى يمي قال حجي شنو الموضوع؟ قلت القضيه هي شكل والحد الان ما لقيناه قال ما بقى غير هي العمليات تدورون عليه بقياده العمليات بس قال قلت له زين شلون؟ قال ماكو هاش دوام ابدي من سبعة الصبح 7 الصبح اتحرك قلت له شنو نوم 7 الصبح قال عندك احد واسطة بالجيش بالشرطة بالكذا الحمد لله ان شاء الله عندنا قال خابرة قل له خلي يضرب على هالرقم هذا الرقم بين المعلومات عن كل اللي يلزموهم منين يجيبوهم منين وين ياخذوهم وين يحجوهم يا برحمة الله والدي اتصلت والله قال ما نقدر هسه نطلع ليش انه المقابل اللي تقدر تقله تستفسر منه لو نايم لو ما يعطيك جواب يعني الساعه بالاربعه الصبح بالخمسه الصبح من يقعد ي... الا لو اخوه لو ابوه يا بن عم أبو. بالسبعه الصبح ان شاء الله بالسبعه الصبح نتحرك رجعنا للبيت بهالاثناء ضرب التليفون على امه بتخوها تخوها زوجها ضابط برتبة عقيد تسألها يعني ما لقيته ما شفته ما هذا قالت لها لا سألتها شنو لابس من طلع ليش تسألها عن شنو لابس لونه شكله شنو نوعه وهاي بعد تعرف تقولها شنو لابس ليش على اليمن أنا أفهمت في الشيء براش أنت التلفون التليفون أخذت التليفون من بعد التحية والسلام هو شنو ها قالت عمو خلي احكي وياك اطلع برا لا توقف يا عمتي حتى لا تسمع الحج اخذت التليفون طلعت برا سالتني نفس السؤال هاي شنو لابس من طلع وشنو كذا وشنو كذا الى كذا وكذا وكذا تيشيرت اسود والبنطلون كابول ازرق كحلي والترام شوت ماله ابيض قالت هو هذا قلت شنو هو ها؟ قالت هسه شفت فيديو دزولي فيديو بالطب العدلي هو قلت لها تأكدي بعد عند لحية ملتحي شوية قالت ايه جاي طالب بحقه هو لا مندس ولا تابع لاي جهه سياسيه وانا اعرف هذا الشيء يعني جاري وصحيح اصغر من عندي هو بس اعرفه واعرف اتجاهاته واحنا يمكن يعني زقاق مبين فرع واحد قبال الثاني واحد يدخل على الثاني ونعرف هم نقعد ونسولف وكل من يعرف اتجاه جاره ما عندهم يعني مو صعبه هاي انا اليوم من اريد اطلع اطلع اريد اريد حقي انا كشاب اريد حقي دا شغل كل شيء ماكو ايش ما متوفر يعني عنده شهاده كامله ماجستير كامل تلقى كاظ كرك ويحفر ليش شنو الاسباب الحكومه وين فلوسنا وين وين آه انا اريد حقي انا من طلعت آه انا اريد حقي وغيره الغيره خلتني اطلع انا هذا الشيء كثره بطاله يعني صعوبه المعيشه فطلعت الشباب تتظاهر انه طالب حقوقها اللي هي اضعف شيء مقومات العيش ما يعني ما موجوده انا هسه قدامك 42 سنه عمري كل شيء ما ماخذ من الدوله قيد شعره الدوله تعرف بس جيب ما يوم من الايام فكره وقاله ويابه هاي يعني منحه ناس وناس بطاله ناس وناس التعيينات كل من على قولته انه يحوز النار لقراصه ويعني حقوق مسلوبة وما شاء الله كل ما جالها نحو الاسوء بالعراق العظيم فطلعت الشباب تتظاهر بمطالبة حقوقها لا اكثر ولا اقل يعني احنا بلد من تحشي يقول لك يعوم على بحر من النفط بس ابسط المقومات للعيش ما ما متوفره هذا الوصف وهذا الكلام وصل وين وصل وصل للخواته اخته وزوجها راسا متجهين وين رايحين قبلته ومخابرين عمهم وصلوا الخبر للحسين بعد انا شنو عندي لان يعني التليفون بعد انا من قلت لي هذا الكلام هم شوية صدر مني صوت عالي سمعت الام قلت بعد هذا الوضع راح اروح للطب العدلي اشوفه اذا هو لو مو هو امرأة وتقول روح أشوف هو لو مو هو ماكوش كوش حشي ما تقنع أنا عشان الصريخ الحمد لله والشكر يعني الجيران طلعوا لي السيارات سيارة هاي مقابل نهار الجار يلا رحنا للطب العدل لما وصلنا للطب العدلي مو طب عدلي ما ادري اعماركم اذا تتذكر الثمانينيات الناس كانت هذا الاب اللي يلطم شاك دجاجته هاي الام هاي الاخت هاي الزوجه لقيت حسين هناك قدامي عمه موجود أصدقائه أجا زملائه طب العدلي ما يفتح الباب إلا ساعة بثمانية للبراد ما للموت وهذولا كلهم قاعد ينتظرون الأخ يفتح السلسلة حتى طبون يشوفون يتأكدون من أولادهم وجثثهم فتحوا الباب ما خلوني لا ابني ولا جماعته ولا نشيبه ولا هذا كاظم بي ولا حتى هدول الجيران لازميني بشتافي ما. ممنوع الطوب المهم عثروا عليه طب اخو بنطلع ها دق على روحه بعد شنو معناته؟ يا وين مضروب وين ضربته ستة ضربات طن نجس قال يجي الدكتور خليه يداوم بثمانية ثمانية ونص ان شاء الله نعطيكم الجسم قالوا اخوي وبعد جماعة من اعمامي قالوا بعد بقائك هنا شنو الامور وتضحك وانكشفت بعد شنو باقي؟ ارجع رجعوني جيت للبيت هنا قعدت انتظر وصول الجثمان الحمد لله الجثمان اجى ساعة بالعشرة ونص بيدعش يا الله اجراءات ما يدروح للقاضي وقع يوافق تقرير الطب العدلي بيان الوفاة شو يكتبون بيان الوفاة شنو مكتوب بيه سبب الوفاه كدمات ونزف ولحين ظهور نتائج المختبريه الى ان كما ذكر لك ابوي آه يوم يوم الاستشهاد بعد ما كنا نبحث عن عن محارب طول الليل الى الفجر الى ان طبيت في غرفة مع الطب العدلي بعد ما جاء الخبر سبحان الله الشهيد من الله مبتسم فنظرت إلى جثمان محارب كان مبتسم فأعتقد أنه يعلم بالشهادة وهنيئاً إلى الشهادة هنيئاً إلى فتأكدنا الصبح وتوجهنا للطب الشرعي رحنا لقينا هناك تقريبا تسع شهداء وقتها أول ما تعرف عليه السيد أبوه يعني تقريبا زينا بالداعش 11 اللي سلمنا من الطب الشرعي أظنه يعني والله كلها متأذية علي المنطقة لأن قلت لك شاب لطيف وخفيف الظلمة ما عنده أي أذية على المنطقة فاتت يوم خمسة وعشرين أنا ما أدري بي صراحة يوم خمسة وعشرين بوعد... قاعد أقلب بالفيس أبوي محارب عباس صيمري يعني اثنيناتهم إخواني ربعي التقى ازيد اشخاص التقي بيهم قريبين علي وازيد في محارب قريب علي يعني كان يعني علاقتي بي كل شي لك روحين بجسد واحد طبتي طلعتي قلت لك من الصغر فصراحة انصدمت انا لحد الان مصدومة انا من أحكي لك هسه أحكي لك انا أحكي لك وارجف. يعني ناس هو لو ما طقت روحه من الجوع ومن العوز ما طلع. بعدين يعني هنا بيت هسه السيد ما شفنا قالها اخوي سالم السيد حسين اخو الشهيد ما حد دق الباب ويابه استشهد شلون استشهد تعالوا الكم حقوق ما الكم ما حد وصل لهم. يعني الدولة ترى ما ما تخسر. يعني إذا ما يلبي الشعب المن يلبي؟ جيرانه ما شفت أنا فد شيء انطت الشهداء. العدل هاللحظة. شنو قدمت لك الحكومة من ذاك الوقت إلى هذا الوقت اجت دقت الباب على عوائل ما شهداء حطيتهم محتاجين شي تردون شي احنا بخدمتكم على الأقل حكاية حكاية تنقال صح لو مو صحيح حكاية سان اليوم وجيت دقت الباب يا بابو فلان محتاج شي يريد شيء أنا بخدمتك صح لو مو ماشي. مطلبنا اقتصاص من القتله غير ماكو محاكمه القتله والقتله معروفين القتله ومن امر هذول القتله باطلاق النار او بالحوادث اللي صارت مثل السلفادورات او اللي صارت بمقصر معروفين محاسبتهم وتقديمهم للعداله او للقضاء لكن اكو 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 فد مساله ضروريه يعني واحد يذكرها انه اذا كان القضاء 100% عادل لكن هو 70% فاسد تتوقع انه القضاء راح ي... راح يجيب حق الشهيد مستحيل احنا انا هم اريد اكشف سر وافضح امر رئيس الوزراء طلب مقابلتنا يعني. هذا الشبوع الفات يعني هاي الايام الفاتت أربعة خمس ايام اتجهنا لبغداد رحنا لبغداد اعرف اللي يروح من الجنوب وين ينزل بالكاظم فنزلنا بالكاظم قبل يوم من موعد المقابله حضرنا وتهيئنا للصبح حتى نروح أعدينا مطالبنا أعدينا شنو نحكي شنو نقول شنو نتحدث مع رئيس الوزراء شلون بدت نطلع من الفندق هاي استقبال ذوي الشهداء مع البصرة وانا اتحدث بس عن البصرة اتحدث بس عن البصره واكررها اتحدث بس عن البشره لان البشره ما مسؤول يجي سواء محلي او حكومي تنفيذي او تشريعي ما ياكل خيرها وذبل حشاك انت على يعني بقره حلو يحلب من الضرع ويشرب الحليب ويشرب القلاص الفضاله عليه هاي البصرة فطلعنا من الكاظمية مبهذلين ناس كبار الشين والحمد لله ما أخذنا ويانا لا أرملة ولا ثكلة يعني لا مرض شهيد أرملة شهيد ولا أم شهيد وإنما رحنا بس رجال عددنا 11 واحد تليفونات تجي بين الوسيط وبين المنسق مالهم بالخضرة يا بتجه لفلان مكان أجروا سيارة كوستر أجرنا سيارة كوستر المهم وصلنا للمنطقة أو مكان اللقاء اللي تنتظرنا على أساس السيارات وصلنا للسيارات انزل من هاي الكوستر اصعد بهاي ال الستاركس. صعدنا مشينا وصلنا الحدود القلعه الحصينه الخضراء الله يسود وجههم بها ويسودهم ان شاء الله بها وصلنا لهناك وقفون نزلوا السواق نزلوا بعض الناس مو كلها يستفسرون يا اخي انت جاي ضيف عندك مسبق عندك معلومات مسبقه عن هذا الشخص اللي راح يوصل فلان ابن فلان كذا اوصافه كذا 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 توقف وتستفسر منه شنو؟ المهم وصلنا طبينا طبينا وين مكان الاستقبال؟ طبعا انا هسه واحد يقول لي راح تروح تقابل رئيس الوزراء وين راح اقابله؟ يعني على الاقل بواحد من المكانات اللي اشوفها بالتلفزيون مو صح؟ هاي القاعات الكبيره والمر مو هالشكل؟ لا مو صح؟ واذا بينا وصلنا الى مكان طبينا قنفات عاديه يعني غرفة مع ما الخطار مال البيت وبيت متوسط الدخل ما نقول عالي الدخل قعد بنفسنا شنو انه ربما هاي انتظار شلون انتظرنا وانتقلنا من الكاظميه لهاي الباصات لهاي السيارات وبعدين نروح واذا لا جانا أستاذ هشام داود مستشار قعد يمنا قام يحشي بعد تدري الترحيب وغيره الدكتور ما عليه ما يعني ما عليه ذنب ما عليه شغل لانه رجال ماموره فحشوا يعني تحدثوا وغيره انا شنت عاد بيان حتى القي امام رئيس الوزراء قرات البيان إله وبعدين طبقته وانطيت اياه قلت له وثقوا عندكم بمجلس الوزراء وثيقه بنين من شهداء من ذوي شهداء البصر وهم البيان قلت له كل احنا اللي جايين هنا لا جايك على مال ولا على فلوس ولا على وانما جايين نريد يعني قصاص من قتلة اولادنا بس وقتلت اولادنا معروفين احنا نعرفهم واحنا نعطيك الادله عليهم شكلهم صورهم الحوادث شلون صارت انطيت القرص طبعا هذا القرص وهذا الدليل ما نعطيها الشعانة لهاي الشخصية وإنما مسلمة آه المسلمة للرئيس محكمة الجنايات الثالثة القاضي عوني هنا البصرة قال لي قلت له هذا دليل جرمي رفقه ويدعوه أخذ الرجل رفقه ويدعوه والدعوة من شهر 11 ولحد هذا اليوم ماكو تحرك بالدعوة يابا هذا القاتل موجود قاعد يداوم عندكم بالشرطة القتلة موجودين قاعد يداومون ويعتدون بسياراتهم ويغسلونها قدامكم ويطلعون وياخذون بواجبات شنو اللي منتظرين بيه حتى تقدموهم للمحاكمة القاضي عوني يقول ادش على المشاور القانوني مال شرطة البصرة ما يجي ادز عليه ثلاث كتب ما يجي شنو شغلك؟ اذا ما جاك و... لو مواطن عادي انت تدز عليه امر القاء قبض او استخدام او استخدام ما تودي عليه مسلحات لبيتهم؟ بعد هذا ليش؟ هذه الامور اللي قاعد تحصل طالبنا بمن شنو؟ انه تعريك الدعاوي المحاكم الغير ابسط الحقوق اللي هي للشهداء. ابسط الحقوق اللي هي للشهداء انه يقدمون القتله للمحاكمه. رسالتي الى رئيس الوزراء رئيس الوزراء اقول له انت حكومتك تشرينيه لولا دم اخوي ودم الشهداء انت ما اجيت على الكرسي. فلازم يكون عندك وفاء وعندك إخلاص حتى تقدم اللي قتل أخوي واللي قتل أولاد العوائل للعدالة هذا أقل ما يمكن تقديم العوائل الشهداء لأنه أنت إجيت بسببهم وكل وزير وكل واحد هسه مستلم أي منصب من مدير عام فما فوق تغير بهاي التغيير مال بعد عادل عبد المهدي أنه لازم يقدم وفاء واخلاص العوال الشهداء لانه اجوا واخذوا المناصب بسبب دماء الشهداء فهاي الرساله التي اقدمها للكاظمي هذا اقل اقل ما يمكن تقديمه للعوال الشهداء